فقلت لي بقى ايه اللي في العربيه بالظبط؟ رشه جنبين وشنطه وكبوت. يعني رشه نظافه؟ لا انا بقول لك رشه جنبين وشنطه وكبوت. وانا بقول لك رشه نظافه، وده اللي هتقوله للزبون اللي هجيبه، هطلع لك مصلحه حلوه ما تقلقش. اتفضل يا غالي، هو ده بقى اللي كلمتك عليه. خلي بالك لو لفيت السوق ده كله مش هتلاقي نفس المستوى اللي انا جايبه لك ده. على ما تروح انت مشوارك نكون احنا حاطينهم لك في كرتونه او في كيس او في اي حاجه. حبيبي يا باشا حبيبي، انضف حاجه عندنا خلي بالك. الف سلام. بقول لك ايه، على ما الراجل يجي يكون قشط لك الجدره اللي عليه ده، مش عايز لها ملامح خالص، مش عايز الراجل ياخد باله من اي حاجه. مطلوب فيها كام ده يا غالي؟ مطلوب 2000 جنيه علشانك انت بس. هو 1000 جنيه بس؟ انا لسه هضرب لها ورق يا حبيبي. طالبين 10 ان شاء الله، ترخيص سنه. خلاص على بركه الله. بقول لك ايه، لقيت الجزء اللي انت موصيني عليه. لا بسم الله ما شاء الله، تقلبه مستوى وبكره شغل، ما تقلقش من اي حاجه. اخلص انا قلت بس اقول لك عليه قبل ما اجيبه. خلاص تمام ماشي، انا هخلص فيه. قلت لي عاملين كام دول يا برنس؟ عاملين 300 جنيه. ليه يا عم 300 جنيه ليه؟ ده انا حتى واخدهم على عيبهم. انت مش بتقول لي مبطلين شغل بقالهم يجي سنه؟ هي دي الاسره العطلانه اللي ما جابتلكش انتاج خالص؟ هي اللي خاربه بيت تخلص فيها على عيبها وهتاخدها تعمل بها ايه؟ مالكش دعوه بقى، انا تاجر والتجاره شطاره. على خيره الله. بقول لك ايه، اعمل لي فيديو باسره ثالث موسم تكسبك 150 الف في الشهر. احنا اي حاجه تزود الحجم ان شاء الله تزود لهم ميه. بسم الله ما شاء الله مش لاقيين نحط الفراخ على الميزان. وش بوهيه مع شويه نظافه، الفرن جديد زيرو. اقول لك ايه، شويه اسمنت والدليل الشرخ اللي عندك ده خالص مش عايز ليه وجود قبل ما الراجل يجي بس عشان ما ياخدش باله بيرن. خلي بالك حاول تنجز نفسك. ايه يا باشا، ايه يا باشا النيه الصافيه بتاعتك دي؟ ايه يا عم في ايه يا عم؟ لا لا بسم الله ما شاء الله، يعني انا اول ما دخلت البيت ده انا قلبي انشرح له كده. لا ده بالصلاه على النبي يشيل معاك 10 ادوار كمان لو عايز ترفع على 10 ادوار. لا لا تعال اتفرج بنفسك، انا مش هقدر امدح في اكتر من كده. انت تعال اتفرج بنفسك وشوف يا باشا على الطبيعه، او لو كده نخلص معاهم وقتي على طول. تمام، والنسبه بتاعتي بقى يعني ما مش هكلمك في حاجه، انت عارف احنا اخوات يعني ما فيش بينا فرق. اتفضل يا باشا لسه جاي حالا حبيبي. بس دول منتهيين الصلاحيه. يعني ايه منتهي الصلاحيه؟ اشربهم انا مثلا؟ انا فاتح عشان اكسب، انا فاتح عشان اكسب. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن